انطلقت في البحر الميت أعمال لقاء خدام الرعاية الرابع بحضور عدد من أصحاب السيادة المطارنة ورؤساء الكنائس المحلية في الأردن، وقد جاء اللقاء تحت عنوان الكتاب المقدس وتحديات الإنسان المعاصر. إلى التفاصيل. بتنظيم من جمعية دار الكتاب المقدس في الأردن، انطلقت أعمال لقاء خدام الرعاية في فندق الماريوت بالبحر الميت بحضور سيادة رئيس أساقفة الروم الملكيين الكاثوليك كير جوزيف جبارة والنائب البطريركي على اللاتيني في الأردن المطران ويليام الشوملي والمطران فينيديكتوس رئيس محكمة الاستئناف للروم الأرثوذكس ومندوب عن المطران خريستوفروس عطلة الأرشمندريت فينيديكتوس كيال ورؤساء الكنائس المحلية في الأردن وكهنة وقساوسة وأمين عام الجمعية السيد منذر النعمات وأعضاء الهيئة الإدارية وجمع من المهتمين. وقدم الأمين العام للجمعية منذر النعمات نبذة عن هوية ونشاطات جمعية دار الكتاب المقدس، مشيرا إلى أنها مسجلة في وزارة الثقافة الأردنية منذ عام 1996، وتهدف إلى نشر الكتاب المقدس والكتب المتعلقة به على الأشخاص والمؤسسات المسيحية والكنائس والمكتبات بثمن التكلفة أو بثمن منخفض، ورفع الوعي في الكنائس من خلال تزويد الرعاية بالكتاب المقدس. اليوم احنا في اللقاء الرابع لخدام الرعاية في الأردن، وهذا اللقاء فعليا لقاء مميز عندنا في دار الكتاب المقدس، يقام تقريبا كل سنة مرة واحدة، لكن في هاي السنة اجى بعنوان الكتاب المقدس وتحديات الإنسان المعاصر. وما بيخفى على أي شخص أنه في عصرنا اليوم في تحديات كثير بتواجهنا كشباب، بتواجه الإنسان المسيحي والإنسان بشكل عام. هناك منظومة من الأخلاقيات اللي اليوم محتاجين تراجع بحياتنا، قيم، مبادئ، أفكار دخلت دخيلة على الكنيسة ودخيلة على مجتمعاتنا. محتاجين اليوم أنه جيل جديد وشبابنا نقدم شيء له، واليوم مسؤولية كبيرة على الكنيسة بشكل خاص وعلى المسيحية بشكل عام وعلى الكتاب المقدس. خليني أحكي أنه يقدم على الأقل إجابة تجاه هاي التحديات اللي بتواجه شبابنا واللي بتواجه مجتمعاتنا، ونقدم شيء من الحق إن لم يكن الحق لمجتمعاتنا وللإنسان. الأمر الثاني بهذا اللقاء بصراحة زي ما بتشوفوا فيه جمالية وجود كل العائلات الكنسية، فاليوم ما في إقصاء لأي عائلة كنسية موجودة في الأردن أو ممثلة في الأردن، كل العائلات موجودة، فيها جمالية في صيفساء رائعة جدا. بصراحة هذا الشيء منعتز فيه، منفتخر فيه كدار كتاب مقدس، ومنشعر فيه فعليا بمسؤولية تجاهنا أكثر وأكثر أنه نكون كدار كتاب مقدس قادرين أن نستمر بهذه الرسالة مع كنائسنا بوجود كل العائلات الكنسية. هي فرصة ومساحة للالتقاء، مساحة للحوار، ومساحة أكبر للمحبة وتبادل المحبة العملية اللي موجودة في قلب كل رؤسائنا وكل رعايانا الكنسية وكهنتنا، فهي فرصة أنه يكون في تشارك في لقاء ما بينهم. حمل اللقاء عنوان الكتاب المقدس وتحديات الإنسان المعاصر، وقد اجتمع خدام الرعاية لنقاش يترتب على المكرسين من دور فاعل في المجتمع المحلي لخير رفع شأن تعاليم الكتاب المقدس. اجتمعنا أساقفة وكهنة وقساوسة ورعاة من كل الكنائس كلوحة فسيفسائية ملونة جميلة لكي نفكر معا في مواضيع تهمنا، مثل كيف نفسر الكتاب المقدس، كيف نؤون الكتاب المقدس، كيف نقرأه، وكيف نعظ به للآخرين. أنا أعتقد بأن هذه الاجتماعات اللي بتتم كل سنة هي ضرورية جدا، ليس فقط بسبب الموضوع الذي يجمعنا، ولكن أيضا بسبب التآخي الذي ينتج بين القساوسة والكهنة ورجال الدين معا، لأننا نعمل في نفس حقل الرب ولنا نفس التحديات والهموم، وعلينا أن نكون جماعة واحدة لنعمل كفريق واحد وليس كطوائف وكنائس متفرقة ومتنافسة.
وقد تطرق اللقاء إلى قضايا حساسة جدا طرقت مؤخرا أبواب حياتنا، كالإدمان على المواقع الإباحية والإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي وقضية المثلية الجنسية. دأبت دار الكتاب المقدس في جمعيتنا بالأردن على عمل هذه اللقاءات منذ 4 سنين حول اجتماع خدام الرعاية في الأردن، من أجل أهم موضوع في هذا اللقاء هو التعارف على بعضنا البعض والتعايش المشترك والتعريف على تقاليد الكنيسة والكنائس المختلفة والليتورجيات من خلال دراسات يقدمها كل من الكنائس، بالإضافة إلى الترانيم الروحية والتسبيح. في هذا العام تم اللقاء وفي هالروح الإيجابية اللي كانت موجودة نتحدث عن الكتاب المقدس وتحديات الوقت الحاضر، تحديات المعاصرة للشبيبة للكنيسة وللأباء، قراءة الكتاب المقدس، أهمية الكتاب المقدس في حياتنا، وما هي التحديات التي نواجهها. زي كل سنة هاي السنة كمان كنا موجودين بهذا اللقاء المميز اللي بتنظمه دار الكتاب المقدس مشان تجمع كل الرعاة، اللي مشان نقدر نتبادل خبراتنا، نقدر نزيد علاقاتنا تكون أقوى، وبنفس الوقت نأخذ معنا إشي نروح فيه لرعايانا تستفيد منه رعايانا كيف نعيش أكثر الكتاب المقدس في حياتنا الروحية. الشكر كله لتنظيم دار الكتاب المقدس، لكل الشباب والصبايا اللي اشتغلوا على الموضوع، وشكر للسادة المطارنة والأباء الأجلاء والقساوسة اللي شاركونا محبتهم في هذا اليوم. أكيد شكرا لكم نورسات. وقد عرضت كل عائلة كنسية من تراثها الزاخر ترانيم وتراتيل روحية عرفت الحضور على المكنون التراثي في تاريخ كل كنيسة، وكان قد انطلق بها سيادة المطران ويليام الشوملي الذي قاد بكهنته سيمفونية غريغورية أدخلت الحضور في أجواء السماء.